يسجل التاريخ الحديث 6 أكتوبر عام 1973 بكل التقدير، حيث أول انتصار للعرب على إسرائيل، انتصار قاده عقول واعية ورؤى ثاقبة وضعت أسسا جديدة لصناعة الحروب وخططها، وأكدت العقيدة العسكرية للجيش المصري. ارتبط 6 أكتوبر باسم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي خلده التاريخ العسكري العالمي كونه صاحب قرار الحرب وقائد معركة السلام التي لا تقل شراسة عن العبور، فنجح في تحقيق الهدفين، وهما الانتصار في معركة الكرامة واستعادة الأراضي المصرية المحتلة، فضلا عن إيجاد السبل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فكان قراره الشجاع بزيارة القدس وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، ليمنح بذلك السلام فرصة تقي المنطقة مخاطر الحرب والدماء، ما جعله محل تقدير عالمي استحق به جائزة نوبل للسلام. وسجل عام 1981 سجل استشهاد السادات في يوم عيده، ليذكره التاريخ مجددا بطلا للحرب وللسلام. وتذكر انتصارات اكتوبر ويذكر معها المشير احمد اسماعيل وزير الحربيه انذاك. فعندما اراد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر اعلان حرب الاستنزاف في نوفمبر من عام 1967، كان المشير احمد اسماعيل حينها قائد جبهه قناه السويس، وكلف ببدء العمليات العسكرية. كانت البداية بمعركة رأس العش، وعقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على الجبهة في مارس من عام 1969، تولى إسماعيل رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية. ثم شغل في عام 1971 شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة. وفي لحظات بالغة الدقة من عام 1972 عين وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة المصرية، كما عينته هيئة مجلس الدفاع العربي قائدا عاما للجبهات الثلاث المصرية والسورية والأردنية في يناير من عام 1973. وعند إنشاء قيادة القوات البرية عين رئيسا لأركانها. وعقب انتصار أكتوبر احتفى به نواب مجلس الشعب المصري بحضور الرئيس السادات، الذي قلده رتبة مشير أعلى الرتب العسكرية في مصر. وفي هذه المناسبة كانت للمشير إسماعيل كلمات موجزة تنم عن تواضع القائد وثقته، حين قال: ما أنا إلا جندي وضع في موقع القيادة ليحقق أمل مصر والعرب في تحقيق النصر. وعقب وفاته في ديسمبر من عام 1974 منح المشير قلادة الجمهورية، ثم نجمة سيناء أرفع وسامين مصريين. وبشهادة العديد من القادة العسكريين، يعد الفريق سعد الدين الشاذلي الذي تولى رئاسة أركان الجيش المصري في مايو من عام 1971 مهندس حرب أكتوبر. وضع الشاذلي خطة أطلق عليها المآذن العالية، وهي أول خطة هجومية لحرب أكتوبر. ويعد الهدف الأساسي لتلك الخطة عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واقتحامه، ثم اتخاذ أوضاع دفاعية شرقي القناة. وكانت فلسفتها تقوم على إطالة أمدها مستغلة نقص العنصر البشري الإسرائيلي. تم منح قلادة النيل العظمى لإسهاماته في إعداد القوات المسلحة المصرية واستحداث أساليب جديدة في القتال وفي استخدام التشكيلات العسكرية. رحل الفريق الشاذلي في 10 من فبراير عام 2011 عن عمر ناهز 89 عاما، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، وأعيدت نجمة سيناء لأسرة الفريق الراحل.